استعمال ضمير المذكر والمؤنث في الكتب. يقول لك اكتب واكتبي في اي حاجه، اشرح اشرحي، وضح وضحي، بيستخدم اسلوب يعني مخاطبه الفتاه والصبي الاثنين مع بعض. وده اسلوب اولا دخيل على لغتنا ودخيل على ثقافتنا، ومترجم ترجمه حرفيه من الانجليزيه، لانه هم اصلا لغتهم لا تستوعب هذا الخطاب الموجود في لغتنا نحن. لغتنا تخاطب الذكر فيشمل الذكر والانثى، الا المسائل اللي بتخص النساء يخاطبهم بلفظ النساء. كويس؟ دي لغتنا نحن كده ودي ثقافتنا. لكن هم عندهم مشكله اسمها جندر. دي مشكله عندهم هناك عند الخواجات ما عندنا نحن. عشان تقول لي اكتبي واكتب. هم ديلك بعد ما كتبوا لنا الاثنين اكتبي واكتب الشكل ثاني الخواجات. قالوا ليه تقولوا اكتب وبعدين تقولوا اكتبي؟ لا، قولوا اكتبي اول حاجه، بعدين تقولوا اكتب. وشكل مدورة لسه ما عارفين اكتبي ولا اكتب. دي ثقافة ما حقتنا. عشان تقدر تنشرها لاولادنا.